مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم سنتكلم عن موضوعين. في البداية حتكلم عن شيء اسمه Orange Shirt Day، زي ما أنتم شايفين وراي Orange Shirt Day. من وين جاء هذا المسمى وليش في كندا في هذا اليوم؟ كل عام يوم 30 سبتمبر، اللي هو اليوم 30 سبتمبر من كل عام، يسمى هذا اليوم في كندا Orange Shirt Day، وهو لنشر التوعية والتثقيف ومعرفة التاريخ اللي حصل في كندا في شغلة اسمها Residential Schools. لكن وراء Orange Shirt قصة، وهذه القصة حدثت في مع شخص أو سيدة كانت طفلة أيامها، عمرها 6 سنوات، اسمها فليس ويبستان. وهي رايحة على المدرسة كانت جدتها معطياها Orange Shirt، لكن المدارس اللي كانوا يروحوا عليها الأبوريجينال بيبل أو السكان الأصليين لكندا كانت تعتبر Residential School، بما معناه أن الولد بيروح بسبتمبر بضله إلى آخر السنة فيها، سنة كاملة ما بيشوف أهله، بينام بهاي المدرسة وبيعيش في هاي المدرسة. المبدأ شكله هيك حلو، أوكي بنودي الأولاد على مدارس اسمها Residential School، لكن في Residential School هاي كان في هدف للحكومة أو للحكومات اللي كانت، اللي هي إلغاء الثقافة تبعت الأبوريجينال بيبل. كانوا يمنعوا الأطفال إنهم يظهروا عاداتهم وتقاليدهم، كانوا يمنعوا الأطفال إنهم يتكلموا بلغتهم الأصلية، وحتى يمنعوهم إنهم يلبسوا ملابسهم الشخصية أو الملابس الفلكلورية تبعتهم، وبالتالي كانوا يمنعوهم يدخلوا أي إشي معهم. طبعا في هاي Residential School صار في تعذيب كبير للطلاب في هاي المدارس، وفي أكثر من 50 طفل توفي بهاي المدارس. ناس كتير من الأطفال صار عندهم mental problems من التعذيب والهراسمنت اللي صارت وطريقة القسوة اللي كانت عليهم في هذه المدارس. طبعاً هاي المدارس بقت لأكثر من 100 سنة Residential School، ولكن في النهاية للأسف الكبير لم ينظر لها أنها مدارس مأساوية إلا سنة 1980 لما أوقفوها وأنهوا الموضوع هذا. حديثاً الحكومة الفيدرالية اعتذرت من السكان الأصليين وصارت يعني قالت إنه هذا الخطأ اللي كان الكبير اللي حدث وما في له مبرر. وصراحة طبعاً اكتشفوا إنه التطهير العنصري أو التطهير العرقي لن يؤدي إلا إلى بغض ومأساة بعدها. ولذلك طلع هذا الأورنج شير داي تقديراً لهذه الطفلة وقصتها اللي حصلت، اللي هي فيليس ويبستان. الآن هذه القصة قد تكون ليست بالغريبة على كثير من اللي عندهم أطفال في المدارس، لأنه الأطفال في المدارس في هذا اليوم بطلبوا منهم المدرسين أنهم يلبسوا Orange Shirt Day. وإذا طلعتوا اليوم في الأخبار والنيوز معظم السياسيين والإعلاميين لبسوا هذا Orange Shirt. ليش؟ تقديراً لما حصل مع الأبوريجينال بيبل. أنا بس بدي أحكي كلمة أنه أحياناً إحنا بنعاني من شغلة اسمها عدم فهم الآخر، وعدم فهم الآخر هاي مشكلة كبيرة تحدث بين المجتمعات اللي فيها التغير اجتماعي. هذا التغير عشان إحنا نتجاوز عدم فهم الآخر ونستطيع أن نتفاهم الآخر، لازم إحنا نضع نفسنا زي ما بيحكوا في in their shoes، لازم نحاول نتقرب منهم، لازم نحاول نفهم عاداتهم وتقاليدهم، لازم نحاول نفهم ما يفكروا فيه، كيف بتزوجوا، كيف بفرحوا، كيف بحزنوا، شو أكلتهم المشهورة. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن، الموسيقى اللي بيسمعوها، الحياة اللي بيعيشوها، كيف ليش شو بحبوا بسووا مع الأولاد، شو الألعاب الترديشنال، كيف أكلهم، كيف شربهم، كيف منامهم. كل هاي الأمور مهمة جدا لنا كأشخاص عشان نتعلم عن ثقافات وشعوب الآخرين. عشان هيك أنا على قناة تي في بنعمل كتير حلقات توعوية عن موضوع الثقافات التي تعيش بيننا ونعيش بينها. طبعا
من هذا الأورنج داي طلع سلوغان أو هاشتاج أو Every Child Matter، كل طفل على هذه الأرض يستحق الحياة. ومن هذا المنطلق أنا من هون بنادي جميع الأشخاص اللي بيستطيعوا إنهم يساعدوا أطفال، حتى لو في مش مجتمعهم، حتى لو أطفال لم يعرفوهم، لو أطفال بعيدين عنهم، إنهم يساعدوهم، لأنه كل طفل في هذه على هذه المعمورة يستحق التعليم الحقيقي، يستحق التغذية الصحية، لأنه هذا الطفل هو مستقبلي ومستقبلك. إذا إحنا ساعدنا وقفنا معه أكيد حنوقف مع مستقبل الخاص فينا، وإن شاء الله يكون مستقبل مشرق للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.